معي بعملة قرشيف. أشرف اليوم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم قرشيف مرفوقا بالمنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على توزيع مجموعة من معدات وآلية العمل على 20 شاب من ينتمون إلى مدينة قرشيف وهم من السجناء السابقين الذين تم الإفراج عنهم. هذا المشروع تم تنفيذه في إطار اتفاقية شراكة موقعة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بقرشيف ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بكلفة بلغت 500,000 درهم. في إطار هذه الاتفاقية تم اقتناء معدات العمل لفائدة الشباب حاملي مشاريع مدرة للدخل. هناك شباب حاملي لمشاريع الصباغة، هناك شباب حاملي لمشاريع الحلاقات، وهناك أصحاب محلات لإعداد الخبز والحلويات، ثم هناك مشاريع تهم البناء، ثم مشروع ديال الأغنام، ثلاثة المشاريع تهم الأغنام، ثم مشروع ديال المكتبة ومشروع ديال المقهى. على كل حال مجموعة من المشاريع المدرة للدخل اللي كتهم الخدمات وكتهم مجموعة ديال الحرف. والهدف من هذا المشروع هو يعني المساهمة في اندماج هؤلاء الشباب المفرج عنهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف عيشهم بطبيعة الحال. نتمنى لهم التوفيق في يعني تسيير هذه المشاريع. وبشركم مبروكة جميع المغاربة كاملين، كنشكروا جلالة الملك على هذه المبادرة، هذه السيد العامل ديال البلاد، الأمن ديال البلاد حتى هو كنشكروه. هادشي اللي كاين. السلام عليكم عواشر مبروكه على الامه الاسلاميه جميعا، والحمد لله هاد المبادره راه نفعتنا. كنشكروا بزاف سيدنا جلاله الملك الله ينصرو اللي واقف وصار على هاد الشباب باش يدعموا النفس ديالهم، وبنادم يولي يخدم يكون ايجابي في الدار، في الدار ديالو، يعني في المجتمع. والحمد لله كنشكروا كاع المسؤولين اللي ساعدوا معنا ووصلوا لنا هاد الامانه، والله يجازيهم بخير. وشكرا بزاف على هذه المبادره، وشكرا لعادة ادماج السجناء، والله يجازيكم بخير وبالتوفيق ان شاء الله. وعواشر مبروكه.